بسم الله بسم الله، احلى كلام اتعلمنا. طبعا انتوا منتظرين الحلقة دي من زمان، انا جاي لك بمجموعة ترجمات للرد على الانبر وفقيل، فكن معنا في هذه الحلقة القوية الشديدة. هيا بنا. هل يوجد اختلافات بين نسخ الكتاب المقدس او طبعاته كما يزعم البعض؟ في الحقيقة قدامك كل نسخ الكتاب المقدس وكل طبعاته وكل ترجماته. في ابليكيشن موجود على النت بينزل فري اسمه هولي بايبل، عم لدار الكتاب المقدس، انا مجانا نزله، وفي السيتنج بتاعته حط اي لغة انت تعرفها، جميع لغات العالم محطوط على الابليكيشن ده، ونزل وشوف لو في اختلاف كلمة بين اي ترجمة وترجمة. هو الكتاب المقدس بكل طبعاته بكل نسخه، هو الكتاب المقدس بكل طبعاته بكل نسخه. يبقى إذا نحن لا نهاجم الإسلام ولا نبي الإسلام، نحن نقرأ ما في كتبكم ونتساءل. للشيوخ المسلمين الأفاضل يرد علي. والله لو قام النصارى كلهم طمعا لحجم الشمس ليست تحجب، والله لو جاءوا بكل عتادهم ليشوهوا وجه الجمال لخيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين الصحيحين والنايمين، أهلا بكم. النهاردة حلقة جديدة وجديدة في الرد على الأنبر وفقيل في أعظم كذبة كذبها على عوام النصارى، وكذب واضح فاضح. ولكن قبل ما ندخل الحلقه وتفاصيلها، ما تنساش لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس لياتيك منا كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك او ديسلايك، ما فيش مشكله، واهم حاجه سيب لنا تعليق. ولو تقدر تدعم وتتابع محتوى القناه على باتريون رابط اسفل الفيديو كن شاكر ليك. نبدا على بركه الله. انا قاعد ولا بيا ولا عليا ولا حواليا الاقي اشعار جايني من قناه اخونا محمود داوود. يلا بينا بعد غياب طويل نخش نسمع الفيديو. الاقي الانبر وفقيل بيقول ان ترجمات الكتاب المقدس كلها واحد، والشاهد والدليل التطبيق بتاع البايبل اللي موجود على التليفونات حمله، وممكن بس تغيير كلمة اللي هو مشى وصار. الكلام ده كذب، الكلام ده كذب فاضح واضح. ولكن تعال نسمع الاول وهو بيقول ايه ونرد عليه. هل يوجد اختلافات بين نسخ الكتاب المقدس او طبعاته كما يزعم البعض؟ في الحقيقه قدامك كل نسخ الكتاب المقدس وكل طبعاته وكل ترجماته. في ابلكيشن موجود على النت بينزل فري اسمه هولي بايبل، عم لدار الكتاب المقدس، انا مجانا نزله، وفي السيتنج بتاعته حط اي لغه انت تعرفها، جميع لغات العالم محطوط على الابلكيشن ده، ونزل وشوف لو في اختلاف كلمه بين اي ترجمه وترجمه. هو الكتاب المقدس بكل طبعاته وكل نسخه، وهو الرسالة واضحة وواصلة. في الترجمة بقى بتختلف ليه؟ لأن حسب المترجم لما بيحط كلمة يسير أو كلمة يمشي، كلمة مثلا فوق أو إلى أعلى، يعني كلمات هي مجرد مترادفات في الكلمة، لكن المعنى هو والرسالة هي واصلة للجميع، وإحنا قبلناها بشكر وعايشين فيها متعزيين بيها. اقرا كتاب مقدس ما تديش فرصة لحد يشككك في صحته. سمعت بنفسك قال إيه؟ الترجمات كلها واحد. أنا برضو يعني سمعت من واحد تاني اول حرف من اسمه هو برضو الانبر وفقيل بيقول ان الاصل معصوم والترجمات مفيش فيها اي غلط، الاصل مفيش فيه غلط ولا الترجمات فيها غلط. الله، سؤال بيقول الاصل بتاع الكتاب المقدس معصوم من الخطأ لكن الترجمات غير معصومة من الخطأ، كيف ذلك بالرغم ان النسخ المترجمة لها تأثير فعال بتغير قلوب الناس؟ مين قال ان الترجمات فيها اخطاء؟ ليه الناس تشككنا في الكتاب المقدس؟ الاصل سليم والترجمه سليمه، ما احنا امال احنا بنقرا حاجه غلط؟ كل كتاب مقدس معصوم من الخطا، مين قال ان الترجمات فيها اخطاء؟ ليه الناس تشككنا في الكتاب المقدس؟ الاصل سليم والترجمه سليمه، ما احنا امال احنا بنقرا حاجه غلط؟ كل كتاب مقدس معصوم من الخطا. تساءل سؤال رهيب، بيقول مين اللي يقدر يشكك في الترجمات؟ انا اعرف واحد كان بيشكك في الترجمات، اسمه ايه؟ أول حرف من اسمه الأنبا شنودة. أول مشكلة تقابلنا هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس، وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة. جايز تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ، ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين، وممكن الناس يقولون هو ده كلام ربنا وكل يوم تقولوا كلام تاني غير الأولاني، حكاية مش مظبوطة. صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده وهو كتاب مقدس عشان امضي عليه،
ما برضاش أمضي عليه مع إنه الكتاب المقدس، لأني مش موافق على الترجمة الموجودة. إحنا مش معناها كل ما تطلع ترجمة في لبنان إن ننشرها في مصر. مصر بلاد متحفظة، كنيسة كونسيرفاتيف إلى أبعد الحدود. كل يوم ترجمة دي ما بتعجبناش، يا ريت تستقروا على ترجمة معينة ونمشي عليها. الترجمة البيروتية ما إحنا مبسوطين منها، هو كتابته مجرد خلاف إن أسيس تبقى شيخ، شيخ تبقى أسيس، أو إن المنعم عليها تبقى الممتلئة نعمة، أو إن تقاليد وتعليم، دي حاجات بسيطة ولفنا عليها ونقدر نقولها لأولادنا ومبسوطين أوي من الترجمة دي وماشيين بيها. ولكن أرجو من دار الكتاب وأرجو ملحا في الملاحظة الآتية: طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في أولها ملاحظات تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض النسخ. طب ما الكلام ده يشكك يا جماعة، غير المسيحيين يقولوا علينا إيه؟ انتوا بتزودوا في الكتاب وبتنقصوا، ودي مش موجودة في نسخ ودي موجودة في حاجة تاني. يا ريت يا ريت إن القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأه. المؤمن العادي يتعبوا إنك تقول له دي مزيدة ودي ناقصة ودي موجودة في نسخ ومش موجودة في نسخ. الكتاب أيضا أبو شواهد فيه الحاجات، ليس من نفع المؤمنين أن يقال لهم هذا، إنما هذا من نوع التشكيك. برضو لما بيجي كتاب مقدس من هذا النوع برفض أمضي عليه. إحنا بنتعامل مع بعض في مسألة الكتاب المقدس، وأكثر ناس بياخدوا منكم من دار الكتاب المقدس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيجب أن نراعي مشاعرها في هذه الطبعات. ما تلجوناش إن إحنا نطبع الكتاب لوحدينا وما نتعاملش مع دار الكتاب. وبما إننا سمعنا الأنبا شنودة هو بيقول لهم وبيهددهم ما تعملوش ترجمات فيها شواهد بتقول ان الايه دي مزيده والايه دي منقحه، الايه دي موجوده في اقدم المخطوطات، الايه دي مش موجوده في اقدم المخطوطات، الكلام ده يشكك يا جماعه. في واحد قرأ الترجمه اليسوعيه، في واحد قرأ الترجمه اليسوعيه وقال انها شلفطه الكتاب المقدس. تعالوا نسمعه، هو مين مين مين؟ الانبا رفائيل. انا هبتدي الاول اقرا لكم بعض النصوص من مقدمات اللي حاطينها في كتاب المقدس طبعة اليسوعيين، اللي هو الكتاب اللي في ايدي ده اللي نوه ليها سيدنا الانبا موسى بالنهار. هقرا لكم بعض النصوص، بعض عشان كتير قوي، كتاب كبير قوي، لانه قدام كل سفر حاطط مقدمه بتشلفطه، يعني قبل ما تقرا السفر تكون شلفطته. اول كلمه مدخل الى العهد القديم، بيقول العهد القديم مجموعه مؤلفات خطيه كان اليهود يسمونها الشريعه والانبياء والمؤلفات أو الكتاب، يعني في نظرهم مجرد مؤلفات كتبها بعض اليهود. ومن ضمن الكلام اللي بيقولوه عن حكاية إسرائيل، بيقول يتعذر علينا حصر أصل إسرائيل. الكتاب المقدس بيقول أصل إسرائيل إبراهيم، هما بقى يقولوا تاريخيا يتعذر علينا حصر أصل إبراهيم، أصل إسرائيل، وهذا شأن معظم الشعوب. وقالوا إن ومع ذلك فقد حفظ إسرائيل، إسرائيل كشعب يعني، من الحقبات التاريخية القديمة ذكرى حوادث وشخصيات بارزة بقيت في التقليد الشفهي في روايات كانت تتناقلها الألسن من جيل إلى جيل. ومن شأن هذه الروايات أن توفر للمؤرخ كثيرا من المعلومات المفيدة. يعني في الآخر اللي كتب الكتاب المقدس مؤرخين أخذوا بعض معلومات من الناس اللي بيقولوهم. طبعا أنتوا عارفين الشعوب لما بتتوارث بعض القصص بتزود وتقلل وتحول الشخصيات إلى أساطير، ومشيت الحكاية كده. في الوسط يقول فمؤلفوا الكتاب المقدس أقل سعيا لتحديد وجودهم في تاريخ زمانهم منهم لإظهار دورهم أباء روحيين تحضر منهم شعب الله. يعني بيقول الناس اللي ألفوا الكتاب المقدس، الناس اللي ألفوا، مفيش ربنا خالص بقى لروح قدس، انسى دي. الناس اللي ألفوا الكتاب المقدس كان كل سعيهم ان هم يبرزوا ان ليهم اباء روحيين تحضر منهم هذا الشعب، تحضر يعني انحدار، يعني نزل منهم هذا الشعب. مش عايزين يثبتوا حكايه ان هم ناس كان ليهم تاريخ وزمن بقدر عايزين يثبتوا ان هم ليهم اباء، عشان كده الفوا هذه القصص. حكايه الخروج من ارض مصر يعلق عليها بكلمه الانصراف من مصر على اثر سلسله من الكوارث بدت يعني بانت على انها كعلامات لتدخل الرب، لكن بيعتبرها دي كوارث
كوارث طبيعيه حصلت، العشر ضربات دول حبه كوارث، يعني الناس تخيلت ان هي تدخلات من ربنا. انا بس ايه مخطط على بعض السطور عشان ما اخدش الوقت كله في الكتاب ده. بعد السبي يقول ان في ظهر بعض القاده الروحيين اللي هم الانبياء يعني، وانتهزت هذه المجموعات فرصه الجلاء، الجلاء اللي هو السبي، فتاملت بالعمق في حياه شعبها وقسمت وقيمت تاريخ اسرائيل، واثمر هذا التامل في تاليف بعض اسفار الكتاب المقدس. يعني بقيه الاسفار النبويه عباره عن واحد بقى قاعد يتامل في ايه اللي حصل لهم، والسبي والهزيمه والتشتت والبهدله اللي حصلت لهم، فبدا يكتب تاملاته اللي هي اصبحت الاسفار النبويه. وسبق ان ادلى الانبياء برايهم التقييمي في الاحداث عند وقوعها، يعني لا يخرج عن كونه واحد مفكر بيكتب رايه التقييمي في الاحداث اللي حصلت، وبعدين نتيجة بقى الذكاء بتاعهم بيتوقعوا حاجات هتحصل بعد كده، توقعات مش تنبؤات. تطلعوا إلى الصفحة عن الشعب غير المؤمن ورسموا بخطوط عريضة أمنيات مليئة بالرجاء. أي نبوة قالها نبي إن إحنا هنرجع من السبي وربنا هيخلصنا، في نظرهم عبارة عن أمنيات مليئة بالرجاء. واحد من الآباء عمال بيشجع الشعب إنه ما تخافوش أكيد ربنا هيرجعنا. في هذه الحقبة وصل معظم أسفار العهد القديم إلى صيغته النهائية. كلام كتير بقى عن هذا الكلام، يقول ليس العهد القديم، بصوا الحته دي خطيره، ليس العهد القديم هو كل الادب الذي صدر عن الشعب العبراني، يعني برضه هو عباره عن ادبيات كتبوها الشعب العبراني، بل هو نتيجه اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها وتسمى لهذا السبب قانونيا. يعني هم قعدوا بعد ما لموا الكتب اللي عملوها كل الشعب العبراني انتقوا بعدها واعتبروها قانونيه، وهي دي بتكون العهد القديم. من ضمن الحاجات السيئه جدا الموجوده هنا في النص دوت اللي انتم مش ممكن تقبلوها، بعنوان رقم ج تشويه النصوص، يقول لا شك ان هنالك عددا من النصوص المشوهه التي تفصل النص المسوري الاول عن النص الاصلي، فمن المحتمل ان تقفز عين الناسخ من كلمه الى كلمه تشبهها، والاخر كلام بقى صعب، وقد يدخل الناسخ في النص الذي ينقله لكن في مكان خاطئ تعليقا هامشيا يحتوي على قراءه مختلفه او على شرح ما. والجدير بالذكر ان بعض النساخ التقطيع اقدموا بادخال تصحيحات لاهوتيه وعلى تحسين بعض التعابير التي كانت بعد تبدو له معرضه لتفسير عقائدي خطر. وبعدين يقول الحل العلمي الحقيقي يفرض علينا ان نعامل الكتاب المقدس كما نعامل جميع مؤلفات الحضاره القديمه. سيدنا انا جبت الكتاب مخصوص عشان الناس تحس ان احنا مش بنبالغ ولا ان احنا بنفتري عليهم. تخيل يقول لك الحل العلمي الحقيقي يفرض علينا ان نعامل الكتاب المقدس كما نعامل جميع مؤلفات الحضاره القديمه. يعني لو سمعت قصه عن احمس وحتمس وازيس وازوريس وقعدنا نحقق فيها، اهي دي حضاره المصريين. اليهود حضارتهم كتاب مقدس، حظوظهم ان الكتاب بتاعهم قعد وبقيه الحضارات اندثرت، ده شعب زي بقيه الشعوب. الحقيقه يعني كل اللي انا قريته في الجزء ده اللي هو عباره عن مقدمه للعهد القديم، لكن تعالى بقى لو دخلت في مقدمه كل سفر هتلاقي ما هو اسخم وادق. نسيب ده ونمسك ده. وبما اننا سمعنا الان كلام الانبا رفائيل وهو بيقول ان في ترجمة شلفطة الكتاب المقدس اللي هو ترجمة اليسوعية، وإن برضو كتبوا جواب إن الترجمة دي ما تنزلش مصر علشان خطر بتشكك، يا جماعة مين اللي بيقول كده؟ الأنبا بيشوي نفسه. دار الكتاب المقدس كانت زعلتنا في بعض الأوقات وفي بعض التصرفات من حين لآخر، في أوقات من اللي حاولوا يردونا فيها قالوا لي اكتب لنا جواب بالأخطاء اللي في الطبعة دي، فأخذت بعض أمثلة وبعت لهم جواب رسمي، فمنعوا توزيعها في دار الكتاب المقدس طبعا اليسوعي، ممنوع رسمي حاليا عندهم. معرفش لو تغير المدير ممكن يغير السياسه، لكن على الاقل بقالنا حوالي 6 سنين ولا 5 سنين على كده، بس عشان يفتح خلص تمام. في نفس اللقاء اللي اتكلم فيه الانبا رفائيل عن الترجمه اليسوعيه والمقدمات بتاعتها، كان اتكلم على ان الترجمه دي كتب جواب مخصوص للدار اللي بتطبعها انهم ما يعادوش ينزلوها بالشواهد او ينزلوها مصر. ودي فرصة عظيمة قبل ما اجيب لك يا صديقي المسيحي بقى التطبيق اللي بيجيب النصوص اللي فيها تحريف بالزيادة، وخصوصا زيادة نصوص عشان تأليه السيد المسيح، هتسمع بها لأول مرة في حياتك يا صديقي المسيحي. حابب بس اعرض عليك بعض الكتب اللي عندي. دي الأسفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت، يعني كتابكم مش واحد يا مسيحيين، لا
في 66 بروتستانت، 73 كاثوليك، 73 زائد مزمور 151 أرثوذكس، الأرثوذكس الأحباش 81 صفر، والترجمة بتاعت التوراة العبرية 39 صفر، الترجمة التوراة السامرية 5 أصفار بس، الترجمة السبعينية أو ترجمة يهودي الشتات 46 صفر. يعني مختلفين في التوراة وفي العهد الجديد، العهد القديم والعهد الجديد كمان. نعم، وأكبر دليل أهو حذف البروتستانت 7 أصفار من كتابكم وانت بتقول الترجمات كلها واحد. طب إزاي؟ فدي أول نسخة عندنا. النسخة التانية دي نسخة لولاد العم اللي انتوا ما بتحبهمش، اللي هي ترجمة العالم الجديد، ترجمة العالم الجديد بتاعت شهود يهوى. هل هي نفس ترجمتك يا أنبر رفائيل؟ لا، فيها نصوص كتير متغيرة، واللي عاوز يقارن بنفسه. أنا بس بعرض لك بعض الأشياء اللي عندي. دي ترجمة الحياة اللي وصى عليها الأنبا توادرس في كتابه مفتاح العهد الجديد، إنها من الكتب الدراسية اللي بتفهمنا الكتاب المقدس. خد بالك من دي، لأن دي مرات بتشرح الفاندايك ومرات بتخالف الفاندايك في نصوص كتير، منها نصوص التأليه. بعد كده عندنا دي ترجمة الفاندايك اللي موجودة في كل بيت مسيحي، ترجمة الفاندايك اللي موجودة في كل بيت مسيحي. ايوه، ناخد ايه كمان؟ الترجمة العربية المبسطة اللي كمان عاملاها دار الكتاب المقدس لتبسيط الكتاب المقدس وتوصيله عهد قديم وجديد. يا سلام يا سلام، هل هي برضو متوافقة؟ عندنا الترجمة الكاثوليكية، الترجمة الكاثوليكية كمان دي 73 صفر. الترجمة اليسوعية اللي بيحذر منها الأنبا رفائيل والأنبا بيشوي، وحذر منها البابا سؤال ما عدتوش تنزلوا لنا الترجمة اللي بالشواهد دي يا جدعان، عشان ده بتشكك المسيحيين يا جماعة. مين اللي كان بيشكك يا أنبا رفائيل؟ الأنبا شنودة. ودي الترجمة العربية المشتركة اللي اشتركت فيها الثلاث كنائس الكبرى، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت أهي. ودي 73 في منها نسخ 73 وفي نسخ 66 على هوا البروتستانت لأن هما اللي بيطبعوا. ناخد كمان دي نسخة تنصيرية وبتدخل مصر تهريب علشان ينصروا المسلمين، اسمها ترجمة الكتاب المقدس الشريف. ليه الكتاب المقدس الشريف؟ تفتحها كده تحس ان انت بتقرأ في المصحف، وفي نفس الوقت ايه بيقولوا سيدنا عيسى ويقولوا ابن عباس وحاجات كتير قوي سعادتك. ودي الترجمة الحبرية المارونية اللي هي افضل ترجمة للعهد الجديد، جزئين، جزء فيه الاناجيل والاعمال وجزء الرسائل والرؤية. دي الترجمة الحبرية. تعالوا بقى بينا ندخل على طول على النصوص اللي حرفوها علشان ألوهية المسيح، وهجيب لك من برنامج مشهور، والبرنامج ده موجود على النت تقدر تحمله. أول نص معانا أفسس 3:9، الفاندايك اللي هي موجودة في كل بيت وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح. مين اللي خلق الجميع؟ الله. خلقه بمين؟ بيسوع، يعني يسوع واسطة الخلق وشريك في الخلق. نعم، بص بقية الترجمات يا صديقي المسيحي، مفيش بيسوع المسيح، دي مضافة، دي محرفة، دي أضافوها علشان يضحكوا بها عليك ويقولك إن المسيح هو الله لأنه شريك في الخلق. النص اللي بعد كده يا صديقي المسيحي، أفسس نفس الإصحاح 3:14، بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح. فأدخلوا كلمة ربنا يسوع المسيح علشان مساواة الأقانيم والصلاة تبقى موجهة للآب ويسوع حاضر في المشهد ما يبقاش غايب، يبقى الخلق والصلاة. طيب النص اللي بعد كده كولوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. فمين اللي بيغفر الخطايا بحسب النص ده؟ المسيح اللي بيغفر الخطايا. تشوف في بقية الترجمات يا صديقي المسيحي، صفح عنكم الرب، سامحكم الرب، مش غفر، مسامحة وصفح زي ما انت تسألي وانا أسامحك أو أصفح عنك، هو ده الأمر. شايف؟ ودي الترجمات كما هي أمامك وأسماءها جنبها. تعال نخش، المسيح موجود في السماء وعلى الأرض في نفس الوقت، وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء، يوحنا 3:13. فيبقى موجود في السماء وعلى الأرض في نفس الوقت. من اللي يبقى موجود في السماء وعلى الأرض في نفس الوقت كده إلا ما يبقى هو الله؟ يبقى كده المسيح هو الله. شفت
شفت يا صديقي المسيحي ده هو الترجمات الباقية اهي مفيش فيها اللهم إلا ترجمة الحياة عشان ترجمة تفسيرية، والبوليسية قالت الكائن في السماء. تعالى نفتح نفس الإصحاح في يوحنا 3:21، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي، ومن الأرض يتكلم، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. من اللي أتى من السماء زي ما بيقولوا وإيمانهم؟ يسوع. يبقى يسوع فوق الجميع، يبقى هو الله. تيجي تبص في بقية الترجمات يا فندم، الكاثوليكية حذفاها وبقية الترجمات حطاها ويسمو فوق الجميع وحاجات تانية خالص، ومتقدم وهو فوق، واخدين بالكم؟ فالترجمات متخبطة في هذا النص. تعال ناخد النص اللي بعده، أعظم نص في الكتاب المقدس عن التجسد، تيموثاوس الأولى 3:16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. قال له الله ظهر في الجسد يبقى يسوع هو الله؟ لا، اللي ظهر في الجسد هو سر التقوى، مش الله ظهر في الجسد. وده أعظم تحريف، وعملنا عنه حلقة في ضمن سلسلة الرد على نصوص ألوهية المسيح، وراجعوها زي ما انت شايف كده في الكاثوليكية والمشتركة واليسوعية والبوليسية، كل النصوص دي قالت ايه؟ قالت قد أظهر في الجسد، الذي ظهر في الجسد اللي هو سر التقوى، وما بتقولش الله ظهر في الجسد. تعال نفتح سفر الرؤية، رؤية يوحنا 1:11، من هو الألف والياء الأول والآخر؟ طبعا الإله. الكلام ده عن مين يا مسيحيين؟ الكلام ده عن يسوع، يعني يسوع هو الألف والياء الأول والآخر. طب نشوف الترجمات التانية، مش موجود فيها زي ما انت شايف كده، انا بعرض لك على السريع علشان النصوص كتير، وانت وقف اي نص براحتك وخد لك سكرين من الشاشة واقرأ في رومية 14:10. مين اللي هيحاسبنا يا جدعان؟ لقيت المسيح اللي هيحاسبنا، المسيح هو اللي هيبقى ديان عندهم. فين الكلام ده؟ رومية 14:10، واما انت فلماذا تدين اخاك، وانت ايضا لماذا تزدري باخيك؟ لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي مين؟ كرسي المسيح. قال له كرسي المسيح، يبقى المسيح هو اللي هيحاسب الناس يا اولاد يوم القيامة. مع انه نفسه بولس بيقول في كورنثوس الاولى 15:24 و28 ان المسيح هيبقى خاضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله في الكل في الكل. الابن نفسه سيخضع، هيبقى خاضع، مش قالك ان ترجمة المسيح دي محرفة اصلا، النص بيقول محكمة الله وهم غيروها وحرفوها لكرسي المسيح. شفت بقى يا انبر وفائل؟ نكمل النص ده، من اعظم النصوص اللي ضد ألوهية المسيح اللي تم تحريفها في متى 24:36، النص في الفندايك الناسخ حذف كلمة ولا الابن، مع انها موجودة في اقدم المخطوطات، علشان ازاي يبقى الابن ما يعرفش معاد الساعة وهو الله؟ فده قادح في علم الاله. قال لك وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. خدت بالك من كلمة وحده؟ الأب وحده اللي يعلم. تحت إيه؟ كلمة الابن منورة هي، وهم شالوها من ترجمة الفاندايك هي وترجمة الحياة زي ما أنتوا شايفين. بعد كده إنجيل يوحنا 6:69، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. دي ترجمة الفاندايك. كل الترجمات التانية أصدقائي الأعزاء بتقول قدوس الله، حتى ترجمة الفاندايك القديمة بتقول قدوس الله، ما بتقولش ابن الله الحي، ولكنه ده تحريف علشان يبقى الشهادة دي نفس شهادة بطرس في متى 16:16. عندنا في يوحنا 9:35 بيقول فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ يعني هو بيتكلم عن نفسه أنه هو ابن الله. النص في أقدم الترجمات وأحسن الشواهد بيقول أتؤمن بابن الإنسان، لأن كان ده اللقب المحبب، وقال عنه عن نفسه ابن إنسان أكتر من قرابة 80 مرة في الكتاب. يعني واحد بيقول لك أنا ابن إنسان 80 مرة وما قالش ولا مرة أنا إله، يبقى معناه إيه؟ بيأكد على بشريته، وعارف إن في ناس هيجوا يحرفوا ويقولوا إنه هو إله، زي ما شفت في النصوص اللي فاتت دي كلها. آخر نص معنا أصدقائي العبرانيين 2:7، وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك. مين اللي متسلط على كل الأعمال اللي خلقها ربنا؟ المسيح. فيبقى هو المسيح هو الله بحسب النص ده. تيجي تبص تلاقي النص مش موجود في أقدم في الترجمات التانية ما عدا ترجمة الحياة، لأن هي ترجمة تفسيرية للفاندايك زي ما انتوا شفتوا. والكتاب المقدس بيقول لنا في الترجمة اليسوعية لسفر التثنية، وافتحها عندك في الفاندايك مفيش إشكال، وفي سفر الأمثال بيقول لنا إيه؟ لا تزيدوا كلمة على ما أمركم به ولا تنقصوا منه. وانت شفت يا صديقي المسيحي إن انتم أضفتم على كتاب ربكم كلمات، مش كلمة واحدة. واللي تابع
فيديوهات الإخوة، سواء كان أخونا محمود داوود، أخونا معاذ عليان، أخونا الكابتن أحمد، اللي تكلموا عن نفس الموضوع، هيجد أن كل واحد بيستشهد بنصوص ما استشهدتش بها التاني، وفيديوهات ما استشهدتش بيها التاني. في سفر الأمثال بيقول إيه؟ في أمثال 30:5-6، كل قول الله لله ممحص، هو ترس للمعتصمين به، لا تزد على كلامه لئلا يوبخك فتكذب. أنا وبختك على الكذب اللي أنت كذبته على عوام المسيحيين أنبر وفائيل، فرجاء ما عدتش تعملها، لأن المسلمين هيقفوا لك، والكتب المسيحية والترجمات بتشهد، والبرامج المسيحية بتشهد. وأهلا بك أنبر وفائيل في فيديو تاني. على فكرة له كذبات أخرى في تفسيرات نصوص أخرى هتيجي معايا تباعا في الأيام القادمة، فانتظرونا، وما تنساش تشارك الحلقة دي لأنها مهمة جدا زي ما انت شفت لو انت وصلت هنا. في الختام، هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنساش لو انت مش مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس ليأتيك منا كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك أو بديسلايك، ما فيش مشكلة، وأهم حاجة سيب لنا تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.